الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فتحية من عند الله مباركة طيبة عليكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات، طلاب الصف الثالث الثانوي للمسار الإنساني وتحفيظ القرآن. مرحبا بكم في مادة النحو والصرف الرابع من دروس الفصل الدراسي الثاني، وموضوع درسنا هذا اليوم هو مراجعة لإعراب الجملة، وسنأخذ الدرس الأول وهو الجمل التي لها محل من الإعراب. فهلم على بركة الله ننطلق في دراسة ومراجعة هذه الوحدة. هذه الوحدة موضوعاتها الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب. وأنبه إلى أن هذه الوحدة قد شرحت في قناة عين للمسار الإنساني، فهي موجودة بشرح موسع. أهداف هذه الوحدة: يتوقع بعد دراستك لهذه الوحدة أن تتعرف على الجمل التي لها محل من الإعراب، وأن تعرب الجمل التي لها محل من الإعراب، وأيضا أن تستخدم الجمل التي لها محل من الإعراب استخداما صحيحا. فعندنا معرفة تستطيع أن تميز الجملة التي لها محل من الإعراب من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، وكذلك تستطيع أن تبين موضع الإعراب أي الموقع الإعرابي. الدرس الأول ننطلق فيه وهو الجمل التي لها محل من الإعراب. وقبل أن نشرع في هذا الدرس، لابد أن تعرف أيها الطالب أن الإعراب مبني على معرفتك بالجمل الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي التي تبدأ بالفعل، وعمدتها الفعل والفاعل والمفعول به إذا كان الفعل متعديا. تقول مثلا: قرأ الطالب الكتاب. إذا قلت قرأ الطالب وسكت، الجملة غير مفيدة، لابد أن تكمل العمدة وهو الكتاب: قرأ الطالب الكتاب، الصحيفة، الجريدة. الجملة الفعلية: إذا ميزت أنها جملة فعلية، هنا ستعلم أنك تبحث عن فعل وفاعل، أو فعل ومفعول به نائب فاعل. إذا كان فعل متعدي تبحث عن فعل وفاعل ومفعول به. أما إذا كانت الجملة اسمية فأنت ستبحث عن مبتدأ وخبر. والجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم أو تبدأ بكان وأخواتها أي الأفعال الناسخة، أو تبدأ بإن وأخواتها أي الحروف الناسخة. نتذكر جميعا أننا درسنا أن الجمل التي لها محل من الإعراب هي الجملة التي تقع خبرا لمبتدأ، مثل: خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل الافتتاح. أولا، هل جملة اسمية ولا فعلية؟ الجملة بدأت بكلمة خادم، وخادم اسم، إذن هو مبتدأ: خادم الحرمين الشريفين. الجملة ما انتهت، تحتاج إلى خبرها. خبرها هو هذه الجملة: يرعى حفل الافتتاح. إذن الجملة يرعى حفل الافتتاح هذه جملة فعلية، فيها فعل وفيها فاعل وفيها مفعول به، وهذه الجملة الفعلية وقعت خبر للمبتدأ. وكذلك إذا وقعت الجملة خبرا للفعل الناسخ، مثل ماذا الفعل الناسخ؟ الفعل الناسخ مثل أصبح وكان، كان وأخواته.
قال: أصبحت، هذا فعل ناسخ، المملكة العربية السعودية. لو وقفت إلى هذه الكلمة السعودية، أصبحت المملكة العربية السعودية، لا تفهم شيء. لكن لما قال: مواردها وفيرة، هنا تمت الجملة، فأصبحت جملة مواردها وفيرة في محل خبر أصبح. أصبحت هذه الجملة في محل خبر أصبح. وهذا هو الجملة الثانية التي تعمل، هي الجملة التي تكون خبر للفعل الناسخ، والفعل الناسخ كما هو معنا أصبح. أيضا إذا وقعت الجملة خبرا للحرف الناسخ، الحرف الناسخ هو إن، فإذا قلت إن جنودنا ووقفت إلى هنا، الجملة غير تامة. إن جنودنا، إن حرف ناسخ، جنودنا هو اسم، إن أين الخبر؟ الخبر هو جملة يدافعون عن الوطن، فهذه الجملة يدافعون فيها فعل وهو فاعل، وهي واقعة في محل خبر الحرف الناسخ إن. هذا الجملة الثالثة. الجملة الرابعة هي إذا وقعت الجملة حالا، إذا وقعت الجملة حالا. لو قال لك مثلا: أبصرت الشرطية، تستطيع أن تقف على هذه الجملة: أبصرت الشرطية. هذا جملة فعلية، أبصر فعل والتاء فاعل والشرطي مفعول به، ممكن أن تنتهي الجملة إلى هذا الحد. لكن لما قال لك: الكيفية التي رأى فيها الشرطي، الكيفية يعني الحالة التي رأى فيها الشرطي، رآه وهو يقود اللص. إذن جملة يقود اللص هي حال من الشرطي، وكلمة الشرطي معرفة، لذلك الجملة التي بعدها أصبحت حالا. إذن الجملة الحال تكون بعد اكتمال الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية، وتكون بعد اسم يكون معرفة. التي بعدها هي الجملة إذا وقعت نعتا أو صفة، مثل: هذان طالبان، هذان طالبان. هذه جملة، هذان مبتدأ وطالبان خبر، أستطيع أن أقف: هذان طالبان. لكن أراد أن يصفهما فقال: يحبان الخير. فجملة يحبان الخير هي تكملة للجملة الاسمية، جاءت بعد كلمة طالبان، وطالبان نكرة، والجملة بعد النكرة تكون صفة كما مر معنا في الدراسة فيما مضى من الدروس التي سجلناها في قناة عين للمسار الإنساني. مثل لما يأتي في جمل مفيدة محاكيا الجمل المعطاه. يقول: مثل لجملة خبر، الخبر جاء جملة اسمية، قال: الظلم مرتعه وخيم. الظلم، هذه جملة اسمية بدأت بكلمة الظلم، الظلم مبتدأ، أين خبره؟ خبره جملة مرتعه وخيم. لاحظ أن مرتعه وخيم تستطيع أن تقول مرتع وتعيد الهاء إلى الكلمة التي هي الهاء اللي عائدة إلى الظلم، فتقول: مرتع الظلم وخيم. مرتع مبتدأ، مرتع مبتدأ، وخيم خبر. والمبتدأ والخبر مرتعه وخيم، المبتدأ والخبر هو خبر لكلمة الظلم. إذن صار الخبر جملة اسمية لأنه وقع بعد المبتدأ. نأتي بمثال، نأتي بكلمة فيها مبتدأ ثم بعد جملة اسمية، فنقول: العدل عاقبته حميدة، العدل عاقبته حميدة. لاحظ أن العدل مبتدأ، اسم بدأت به أول الجملة، بدأت باسم، ثم قلت عاقبته حميدة، وأعدت ضمير، لابد من وجود ضمير يعود على المبتدأ. الجملة التالية يقول: هات خبر، جاء مثل لخبر جاء جملة فعلية. الخبر الذي أعطانيه هو: قائد المدرسة يوزع جوائز التفوق. هذه جملة اسمية لأن بدأت بكلمة قائد، وقائد اسم، قائد المدرسة. ولو وقفت هنا الجملة لم تكتمل،
لابد من خبر. جاء الخبر بجملة يوزع جوائز التفوق، وهنا يوزع في ضمير تقديره هو يعود على القائد. فإذا الخبر جاء جملة فعلية. لو أردت أن آتي بمثال يدل على هذا يكون مثل هذا المثال، أقول مثلا المجتهد يحصد جوائز التميز. المجتهد هذا المبتدأ، وجملة يحصد جوائز التميز هي الخبر. إذن الجملة الفعلية هذه هي خبر للمبتدأ. ثم طلب مني أن أمثل لجملة اسمية تكون حالا، يعني تكون الحال جملة اسمية، فأعطاني مثالا وقال يخرج المرء من الابتلاء. لو قلت يخرج المؤمن من الابتلاء الجملة انتهت، لكن هو أراد أن يبين للحالة التي يكون عليها المؤمن حين يخرج من الابتلاء، قال وهو شاكر. فالجملة الاسمية وهو شاكر جاءت لتبين حال المؤمن حين يخرج من الابتلاء. والذي دلني على أن هذه الجملة هي حال أن فيها حرف الواو، الذي دلني أن فيها حرف الواو. فإذا جاءني حرف الواو، هذه الواو تسمى واو الحال. نأتي بمثال يدل على هذه الجملة أو يشبه هذه الجملة، فنقول يحضر الطالب إلى المدرسة. كيف يحضر الطالب المدرسة؟ قال وهو نشيط. وهو نشيط، فجملة وهو نشيط هي حال من الطالب، هي حال من الطالب. ما الذي دلني على أن الجملة حال؟ الذي دلني على أن هذه الجملة حال هو الواو، هو الواو. وهذه الواو نسميها ماذا؟ نسميها واو الحال. ثم قال مثل لحال جاء جملة فعلية. قال أقبل المعلم يبتسم. أقبل المعلم انتهت الجملة، العمدة انتهت، لكن أراد أن يبين لي حالة المعلم حين يقبل، فقال يبتسم. أقبل المعلم يبتسم. ونلاحظ أن المعلم فيها الألف واللام، يعني معرفة. فإذا كانت الحال من المعرفة، فإذا كانت الجملة بعد معرفة فإنها تعرب حالا، الجملة تعرب في محل نصب حال. نأخذ مثال على هذه الجملة. المثال هو أقبل الوالد يضحك. أقبل الوالد انتهت الجملة، أقبل الوالد انتهت الجملة، هذه جملة فعلية، انتهت الفعل والفاعل. وجاءتني جملة يضحك. جملة يضحك يعني تبين الحالة التي أقبل فيها الوالد، وهي أنه أقبل وهو يضحك. إذن هي جملة، هذه الجملة جملة حالية. التدريب الثاني يقول حدد الخبر الذي جاء جملة فيما يأتي. قال الله تعالى والصلح خير. الصلح مبتدأ لأنه جملة بدأت باسم، الاسم هذا يعرب مبتدأ. أين خبره؟ خبره كلمة خير، وخير ليست فعلا ولا فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا، إذن الخبر هنا ليس جملة. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات هذه جملة بدأت بكلمة المطلقات، المطلقات اسم، إذن هذا مبتدأ. أين خبره؟ خبره كلمة يتربصن. يتربصن فعل، إذن الخبر جملة فعلية. قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء. الله هذه كلمة بدأت بها الجملة وهي اسم، إذن هذه جملة اسمية، أول كلمة فيها مبتدأ، وخبرها يبسط الرزق جملة فعلية. الجملة الرابعة قال المعلم وجهه باسم. المعلم اسم
وإذا هذه الجملة بدأت باسم فهي جملة اسمية، والاسم فيها يعرب مبتدأ. أين خبره؟ خبره وجهه باسم. وجهه باسم، هذه جملة اسمية. المثال الخامس أو الجملة الخامسة، قال الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق جملة اسمية بدأت بكلمة الصدق، الصدق مبتدأ، الخبر طمأنينة. طمأنينة ليست فعلا وليست جملة اسمية، إذن الخبر ليس جملة. وكذلك الكذب ريبة، ريبة ليست فعلا ولا جملة اسمية، إذن هذه الجملة ليس فيها خبر، ليس فيها خبر جملة. التدريب الثالث يقول حدد الحال الذي جاء جملة فيما يأتي. قال الله تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون، جاء فعل، أهل المدينة فاعل، انتهت الجملة. قال بعدها يستبشرون، يعني الكيفية التي جاء بها أهل القرية أو أهل المدينة يستبشرون. جملة يستبشرون هذه جملة فعلية جاءت بعد كلمة أهل المدينة، ولاحظ أن أهل المدينة هذه جملة معرفة، الجملة التي تكون بعد معرفة تعرب حالا، إذن الحال هي يستبشرون. قال الله تعالى أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. جملة وهم مكرمون جاءت لتبين أولئك، أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم، يعني حالة كونهم مكرمون. إذن هذه الحال هي هذا الحال جاء جملة اسمية، ولاحظ أن الجملة الاسمية يكون فيها واو، نسميها واو، واو الحال. إذن وهم مكرمون هي الجملة التي جاءت حالا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا هذا فعل وفاعل ومفعول به، إذن انتهت الجملة. جملة وأنتم سكارى يعني هذه تبين الحالة التي يطلب فيكم أن لا تقربوا الصلاة فيها، وهي حالة أن تكونوا سكارى. ولاحظ هنا أن عندي واو جماعة، واو وعندي واو الحال، لأن الجملة حالية مبتدأ وخبر، وهذه الواو سميها واو والحال جاءت بعد المعرفة وهو الضمير. إذن الجملة هي وأنتم سكارى. وهذه الآية قد نسخت بما تعلمون من تحريم الخمر. الجملة الرابعة يقول ذهبت إلى المدرسة والسماء تمطر. ذهبت إلى المدرسة جملة فعلية انتهت إلى هنا إلى المدرسة. ذهبت فعل وفاعل، وإلى المدرسة متمم مجرور. قوله والسماء تمطر، السماء هذا جملة اسمية وخبرها تمطر خبر، لكن لاحظ أنها ما دام أنها جملة اسمية لاحظ أن فيها واو، نسميها واو الحال. إذن الحال هي والسماء تمطر. قال عاد جنودنا، أستطيع أن أوقف الجملة إلى هنا. عاد فعل، جنودنا فاعل، وهم منتصرون، هم مبتدأ منتصرون خبر، هذه جملة جاءت بعد جنود والجنود معرفة، إذن هذه جملة الحال. والذي عرفني أنها حال أن فيها واو، سميناها ماذا؟ سميناها واو الحال، سميناها واو الحالي. ولاحظ في هذا المثال أن الجملة إذا كانت حالا يكون صاحبها معرفة، مثل أهل المدينة، أو يكون ضمير، أو يكون اسم إشارة، أو يكون فيه ألف الألف واللام، أو يكون معرفا بالإضافة. هذا التدريب الرابع يقول حدد النعت الذي جاء جملة فيما يأتي. الآية الأولى قال سمعنا فتى يذكرهم. سمعنا فتى هذه جملة فعلية، سمع فعل، نا فاعل، فتى مفعول به. انتهت أركان الجملة. جاءت يذكرهم، يذكرهم جاءت بعد كلمة فتى، وفتى نكرة. لماذا نكرة؟ لأنه يقبل ال، والنكرة لا يكون فيها تنوين. إذن النعت هو يذكرهم وجاء بعد كلمة نكرة.
قال الله تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. الآية انتهت إلى عند وما كان لهم من أولياء، وتقدير الآية وما كان أولياء لهم. أولياء مبتدأ، من زائدة في الإعراب، والجار والمجرور الخبر. جملة ينصرونهم من دون الله هذه صفة للأولياء، صفة للأولياء، وأولياء هنا نكرة وليست معرفة. إذا الجملة هي ينصرونهم من دون الله. قال المتنبي: وكل الذي يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب. الكلمة عندي ينبت العز، لاحظ أن ينبت العز جاءت بعد كلمة مكان، ومكان نكرة، وكل مكان ينبت العز طيب. كل مبتدأ، وطيب هو خبرها، وينبت العز جاءت بعد كلمة مكان، ومكان نكرة. إذن الجملة هي التي جاءت نعتني هي جملة ينبت العز. قال لي: هذا درس تطبيقه سهل. هذا درس مبتدأ وخبر، انتهت الجملة. جاء قوله تطبيقه سهل عائد على كلمة درس، ولاحظ أن درس نكرة، تطبيقه سهل مبتدأ وخبر. إذن الجملة التي جاءت نعتني هي كلمة جملة تطبيقه سهل جملة اسمية. قال: أكرم برجل يسعى في حوائج الناس. أكرم برجل، هذا أسلوب تعجب مر معنا، أكرم فعل ورجل فاعل. وجملة يسعى في حوائج الناس هي صفة لهذا، صفة لهذا الرجل. ونلاحظ بهذه الصفة أن الرجل نكرة وليس معرفة. ونلاحظ من هذا التدريب أن يسعى هي الصفة للرجل. نلاحظ من هذا التدريب أن الجمل إذا جاءت بعد نكرة تكون صفات، والجمل في التدريب السابق إذا جاءت بعد معرفة تكون حالا. لابد أن ننتبه إلى هذه القاعدة: الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. التدريب الذي يليه يقول: حدد الموقع الإعرابي للجمل التي تحتها خط فيما يأتي. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه. يطير بجناحه، هذه هي الجملة، جاءت بعد كلمة طائر، وطائر نكرة، إذن هنا الجملة في محل نعت. قال الشاعر: بكاؤكما يشفي. بكاؤكما جملة اسمية، بكاؤكما مبتدأ، جملة يشفي هي خبر هذا المبتدأ. قال: أصبح الوطن يفتخر بشهدائه. أصبح الوطن، هذه جملة اسمية بدأت بكلمة أصبح، جملة اسمية بدأت بكلمة أصبح، أصبح فعل ناسخ، الوطن اسم أصبح، يفتخر بشهدائه هو خبر الفعل الناسخ أصبح. وتقدم معنا في الدرس المسجل أن بعضهم أعرب يفتخر بشهدائه حال، وهذا صحيح على بعض الأوجه الإعرابية لهذه الكلمة، لكن نحن نقدم دائما الوجه الأول، وهو أن الأفعال الناسخة لها اسم ولها خبر. المثال الرابع: قال اللاجئون يشكون الجوع والبرد. اللاجئون جملة اسمية، خبرها جملة يشكون الجوع والبرد. قال إن الصبر عاقبته حميدة. إن هذه جملة اسمية بدأت بإن، إذا أبحث عن اسم إن، اسم إن الصبر، وخبر إن عاقبته حميدة، خبر الحرف الناسخ إن. قال ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني. يسبني جملة جاءت بعد كلمة اللئيم، واللئيم معرفة، إذا جملة يسبني حال. قال إن الصديق يحفظ العهد. إن الصديق، هذه جملة اسمية بدأت بإن، الصديق اسم إن، يحفظ العهد جملة فعلية في محل نصب، في محل رفع، خبر الحرف الناسخ إن. ونتذكر أن الذي مر معنا من الجمل هي خبر المبتدأ
وخبر الفعل الناسخ وخبر الحرف الناسخ والحال والنعت، فهذه خمسة. هذا إثراء في بعض المواضع التي تكون الجملة فيها لها محل من الإعراب، ومنها أن تكون الجملة في محل نصب مفعول به، وذلك إذا كانت في محل مقول القول. قال المعلم افتحوا الكتاب، فجملة افتحوا الكتاب هي مقول القول، وقعت مفعولا به للفعل قال، إذن هي في محل نصب مفعول به. والجملة الثانية تكون في محل جر مضاف إليه، مثل الفرح يوم يفرح المجتهد. متى تكون في محل جر مضاف إليه؟ إذا سبقها مضاف. والمضاف مثل ماذا؟ كل ظرف زمان، مثل يوم وحين وإذا وغيرها من ظروف الزمان التي ستدرسها في وقتها إن شاء الله. الجملة التي تليها قال إن تحسن إلى اليتيم فسوف تسعد، إن تحسن إلى اليتيم فسوف تسعد. الجملة هذه نسميها جملة شرطية، أداة الشرط إن، وهي أداة شرط جازمة. ونلاحظ أن الجملة الفعلية التي هي جواب الشرط مسبوقة بالفاء، فلا بد أن تكون لتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط أن تكون أداة الشرط جازمة، وأن تكون الجملة مسبوقة بالفاء، أو تكون الجملة مسبوقة بإذا، إن تحسن إلى اليتيم إذا أنت تسعد. جملة أنت تسعد جاءت بعد إذا الفجائية، إذن تكون في محل جزم جواب الشرط إذا كان جواب الشرط جازما وسبقت الجملة بإذا الفجائية أو الفاء، كما ستتعلم دراسته في الدرس المقبل إن شاء الله. الجملة التي تليها إذا كان الجملة في محل تابع من التوابع العطف والتوكيد والنعت والبدل، قال المتفائل ينشر السعادة ويبعث على النشاط. نلاحظ أن جملة يبعث على النشاط سبقت بالواو، والواو حرف عطف، إذن جملة يبعث على النشاط معطوفة على جملة ينشر السعادة، وجملة ينشر السعادة في محل رفع خبر المبتدأ. المتفائل ينشر السعادة، ينشر السعادة. الجملة الثانية توكيد الجملة الأولى، والتوكيد يأخذ حكم المؤكد، فيكون الجملة في محل رفع لأن ينشر السعادة في محل رفع خبر المبتدأ. بالاستفادة من الإثراء السابق نوضح إعراب الجمل التالية. والسلام علي يوم ولدت، جملة ولدت جاءت بعد يوم فهي في محل جر مضاف إليه. قال المدرسة بناؤها كبير، المدرسة مبتدأ، جملة بناؤها كبير خبر المبتدأ. قال سمعت الخطيب يعظ الناس، سمعت الخطيب، الخطيب فيها ال، ويعظ الناس جاءت بعد الكلمة فيها ال، إذن يعظ الناس في موقعه الإعرابي حال. قال عرفت معلما يعتني بالتلاميذ كأولاده، يعتني جاءت بعد كلمة معلما ومعلم نكرة، إذن جملة يعتني صفة أو نعت. الطلاب يحترمون معلميهم، يحترمون معلميهم، جملة يحترمون معلميهم مكررة، إذن هي توكيد لفظي. قال الورود تنشر العطر وتبهج الناظرين، جملة تبهج الناظرين سبقت بالواو، إذن هي جملة معطوفة. يقول في هذا الإثراء وفي هذا التدريب، وهو تدريب مهم، ميز إعراب جملة يرتفع في المواضع المختلفة. الجملة الأولى قال الطائر يرتفع، الطائر مبتدأ وجملة يرتفع خبر المبتدأ. قال أصبح الطائر يرتفع، أصبح هذه جملة اسمية بدأت بفعل ناسخ، أصبح فعل ناسخ الطائر اسم، أصبح يرتفع في محل رفع خبر أصبح. إن الطائر يرتفع، هنا الجملة الاسمية بدأت بإن، اسم إن الطائر، وجملة يرتفع هي خبر في محل نصب خبر إن. شاهدت الطائر يرتفع، شاهدت الطائرة جملة فعلية، فعل فاعل ومفعول به الطائر، يرتفع بعد كلمة الطائر، والطائر معرفة، إذن هذا في محل نصب
حال شاهدت طائرا يرتفع. لاحظ أن طائرا هنا نكرة وجملة ترتفع ستكون في محل نصب نعت. يعجبني الطائر حين يرتفع. حين يرتفع حين ظرف زمان، ويرتفع جملة جاءت بعد الظرف، إذن تعرب في محل جر مضاف إليه. قال الوالد يرتفع، هنا يرتفع جاءت بعد قال، إذن هي في محل نصب مفعول به لأنها مقول القول. بهذا تمت مراجعة الدرس الأول من الوحدة الرابعة، وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.